حياكم في منطقة جديدة من مناطق موسم الرياض، فعالية سفاري في داخل منتجع نوفا، تجربة مختلفة تماماً لأنك تخوض فعالية فريدة من نوعها، تتمكنك الفعالية من أنك تشاهد أندر الحيوانات في العالم بشكل مباشر، يكونون قريبين عندك يا نرجس. مكان يتسع لأكثر من 800 حيوان في مساحة أكثر من 3000 متر مربع، شيء خيالي يا نرجس. صراحة هذه التجربة اللي تمنيت حقيقي أخوضها، تجربة رهيبة إنك تكون بالقرب من الحيوانات سواء كانت أليفة أو غير أليفة. طبعاً إذا كانت غير أليفة بتكون أنت في شبك ومحمي، أما غير أليفة بالعكس بتحس فيها وبحنانها ولطفها، لأن الحيوانات تحس وتشعر بوجود الإنسان. إذا كنت شرير بتحس، إذا كنت طيب بتحس. الله يسرنا من هالتجربة يا نرجس. يعني إحنا بنخوض تجارب مختلفة مع مجموعة من الحيوانات، منها الأليف ومنها الشرس ومنها يعني اللي هو. المكان جميل، في أجواء خيالية ورائقة يا نرجس، خصوصا يعني في أجواء نوفمبر الآن، نتكلم عن غيوم وأمطار ودرجات حرارة معتدلة جدا، لأنك تعيش في أجواء برية مع مجموعة من الحيوانات هذه. طبعا الفعاليات أكثر وأكثر، خلونا نشوف وش داخل السفاري وش داخل هذا المنتجع. يلا نمشي. احنا الان في منطقة سفاري بين مجموعة من الحيوانات اللي تعتبر من اندر الحيوانات في العالم. نرجس، ايش الوضع في هذا المكان؟ طبعا في جولات رهيبة للسفاري، مناطق متعددة راح يزوروها طبعا الزوار، زي ما انتم شايفين وراء السيارة مقفصة بالليزر، يعني آمنة جدا، يعني ما في امل الاسد يجيك ابدا ولا اي حيوان ممكن. خلف، احنا اليوم موجودين في داخل منطقة السفاري. هذه المنطقة طبعا محظورة، ما في احد يقدر يمشي فيها بالرجل، بس الحيوانات قاعدين نشوفهم من ورانا. ايش الوضع في هذا المكان محمد؟ جوله الزوار تبدا من هالمكان، قاعدين نشوف مجموعه من يعني الحيوانات، نبدا بالزرافه وننطلق الحيوانات الثانيه. هم مانعيننا من النزول في بعض الاماكن تكون خطره شوي، بس محمد احنا صحفيين لازم ننزل. تو جولتنا في سفاري ما تبدا، اول مجموعه وصلنا لها مجموعه الوعول البريه. هذه المجموعه تعيش بس في المناطق الجبليه، من أندر النوعيات اللي موجودة في العالم يا نرجس. طبعاً هذا الوعي البري يعيش بس 15 سنة، والقرون حقته مصنوعة من الكراتين، ويتنمو مدى الحياة، يعني مدى حياته، وأيضاً طول القرن حقه أطول من الإناث. خليني أقول لك شيء خلف قبل لا تبدأ. إيه؟ موجود منها في الجزيرة العربية، تحديدا برضو في منطقة جبال السروات. بالضبط محمد، يعني هي تعيش في المناطق الجافة. المعلومة اللي غريبة شوي، يقفز إلى 4 متر. واو. والصيادين إذا جو بيقتلونه لازم يتأكدون أنه ميت 100%. ليش؟ لأنه رفسته يعني تحدث أضرار كبيرة، تنهي حياتك ممكن. يقولون تشق البطن، تكسر الساق، رفسته مدمرة. يلا نكمل الجولة. نكمل. يلا شوفوا اللي وراي، هذا حيوان النو. حيوان النو يعيش في سافانا أفريقيا، وهو من فصيلة البقريات. وش الخاصية أو وش الشيء اللي دائما يعتمد عليه؟ يمشون جماعات، لهم قائد، القائد يقود تقريبا 200 يعني من حيوان النو، ويهاجم أي حيوان مفترس. طبعا يقولون إنه القائد لازم يكون شجاع ويواجه المفترس. واو، وصلنا على منطقة الفيل. اليوم معانا المدرب خالد اللي درب 20 سنة هدول الأفيال اللي ورا وأكيد أكثر. أهلا وسهلا فيك في السعودية وفي موسم الرياض. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا، شكرا. طبعا اليوم راح نتحدث عن هدول الأفيال، من وين جو وكيف معيشتهم.
هادو الفيلة جو من إيطاليا، بس الفيلة بتاع آسيا، هادو الفيلة بتاع الهند، يعني الفيلة هندية. يأكلون برسيم، يأكلوا خضروات، فواكه، فيتامين في فيتامين. هي مصليكم يا مصلي، هي مصليكم يا جنبو عطري. الحيوان هذا اللي تشوفونه بين يديني هو الجاكور، حيوان نادر مهدد بالانقراض، يعيش بس في جنوب أمريكا في غابات الأمازون تحديداً. حيوان مفترس، تصنيفه الدولي سايتس 1. يا جماعة الخير، هذا اللي تشوفونه في منا أربعة بس بالسعودية. الشكل المرقط هذا تحديداً هو من الأنواع النادرة، وفي منا نوع ثاني اللي يجي بلاك، طبعاً هو متوسط الحجم بس إنه حيوان جداً قوي، يعني ممكن يسحبني لو تلاحظون على أي مكان هو يبغاه، حيوان جداً مزاجي. يا شباب، إحنا اليوم موجودين من مجموعة من الحيوانات النادرة، هذه الأدابرة يعني كحجم تعتبر من أكبر الأحجام في العالم كسلحفاة برية، عمرها 80 سنة، هي معمرة ممكن توصل من 400 إلى 500 سنة. نرجس، ما شاء الله تبارك الله، حبيتها. وفي اماكن فيها ناعمه على ثقل وزنها، يعني انتبهوا لا تمشي، تقريبا فوق ال 150 قريب من وزني. محمد انتبهوا لا تمشي. ايش وضع اللي في حضنك يا خلف؟ خلي الوضع اللي في حضني، هذا لا يمشي الحين، هذا مشى بسلامته الله معاه 100 كيلو والله ما انا مشايله. هذا اللي معي الله يسلمك، عرف اني بحكي عنه. ان نسولف عنه. هذا قرد المنيقابي، هو اصل افريقي. طبعا القرد هذا ما يكبر حجمه كثير، يمكن تقريبا ضعف حجمه الان. إيه؟ تمشي ترى نرجس، خليها تاخذ راحتها، خليها تاخذ راحتها، خليها تاخذ راحتها، اقعدي شويه. اسلم ايوه، تقول لي بالضبط. هذا القرد طبعا جاي من افريقيا، واليف جدا، شايف كيف خايف، مرتمي. طب حجمه ايش وضعه؟ مرتمي في الاحضان، قلت حجمه يتضاعف. صح زي ما قال، يتضاعف الحجم. شيء رائع، حتى لون عيونه غريبه، و احسه حسب حنان خلف، كيوت كيوت. ارتمى في الاحضان خلاص. يلا نكمل في الباقي، مكان ثاني. يلا، احنا موجودين في داخل الحديقه المغلقه في سفاري زون. هالحديقه فيها اكثر من 90 حيوان نادر وشرس. محمد يعطيك العافيه، انت ما انت بخايف على نفسك ولا خايف على سلامه الناس؟ اكيد احنا في خايفين على سلامه الناس، ولكن خلينا اوضح لك اشياء بسيطه. احنا عندنا الحيوانات المفترسه زي ما بتشوفوا قبل شويه انها هي مفلوته للناس. بالضبط، انا لاحظتها ولعبت معها. بالضبط، احنا اولا نحرص انه هذا الحيوان يكون صغير في العمر، نجيبه صغير يتربى عندنا بحيث انه احنا نكون البيئه المناسبه له، وهذا الحيوان يتربى ويترعرع معنا، فهمت علي؟ فما يكون شرس. ثانيا من ناحيه السلامه، احنا في كل قسم لحيوان مفترس يوجد 2 من المدربين. المدربين اللي عندنا او الناس اللي تشتغل عندنا في ريو تيم هم ناس اصحاب خبره، يعني ما هم منظمين عاديين او ناس تشتغل معنا بصفه دائمه. اللهم لك الحمد، الان اكثر من 50 سعودي و17 اجنبي. والان كمان بعطيكم مثال، خلينا نشوف الشباب هنا. وليد، انت ايش تخصصك؟ علوم حيوان في جامعه الملك عبد العزيز. تقرب لي شوي من هنا، ايش تخصصك؟ علوم احياء دقيقه مايكروبولوجي من جامعه القاهره. شوف ناس متخصصين في داخل هالمكان، هذا يعطي شعور اكثر بالراحه والاطمئنان برضه، ولا؟ بالضبط، يعني احنا مستحيل غلطه صغيره مننا ممكن تؤدي لانها تقفل مشروعنا كامل، فاحنا حريصين كل الحرص انه اكثر شيء نخلي هذه الاشياء فيها سلامه ونخلي الناس تنبسط منها وتحبها. خليني اسالك محمد، كيف قدرت تجمع مجموعه هالحيوانات هذه كلها؟ اوه، انت قاعد تلعب الاوتاره حساسه. امانه احنا في السعودية عندنا مشكلة كبيرة في تجميع الحيوانات هذه، بلاك ماركت بشكل مخيف. الثقافة هذه ما هي منتشرة عند الناس كلها، وعندنا شوية صعوبات في الإجراءات الرسمية، فهتضطر أنك أنت تشتري بأسعار غالية جدا. يعني مثلا الشيء اللي ممكن تلاقيه في بلده أو سعره مثلا 10,000 دولار، هنا على طول 30,000 دولار على طول. الوضع عندنا جدا صعب، فاحنا قدرنا نجمع هذه بطريقة مخيفة. يعني مثلا اليوم أنا كنت في جدة، تجيني اتصال في الشرقية، أطلع الشرقية على طول ما أنتظر، لأن هذه أشياء كمان ما تقعد، ما شاء الله تروح تنباع على طول، إنها نادرة فعلا. فعلا، والشيء اللي مثلا الناس كثير تسألني تقول لي طب أنت ما تبيع؟ أنا ما أبيع، لأنه إذا بعتها ما أقدر أجيب زيها.
يا جماعة بما أن في أجواء ممطرة أوروبية على قولتهم، اليوم أقدر أقول أن محمد حكيم سوى المستحيل حتى يروض هالذيابة. محمد حكيم يا مخاوي الذيب. الله يحييك يا وسهلا. وين جبتها وكيف قدرت تروضها؟ خليها طيب على كيف على. الذياب هي كائن أصلا مستانس ويتألف، ما هو شيء صعب. وزي ما تكلمت قلت لكم أنه إحنا عندنا تخصص في مجال التعامل مع الحيوانات. الحيوان يحس بالإنسان اللي يحبه، الإنسان اللي يعطف عليه. مو صعب؟ هو مو صعب، ولكن يبغى له صبر وقت. لازم أخذت وقت. أخذنا أسبوعين. أسبوعين، ولكن إحنا في العادة نحرص أنها تكون صغيرة بالعمر. الصغار بالعمر يجي متطوعين أكثر من الكبار. الكبير تعرف يقول خلاص شاف أشياء كثير، ولكن الصغير بيجي أكثر أنسة. أهم صفات الذيب دائما يقول نومتك نومة ذيب. شلون؟ عين وعين، عين مفتوحة وعين مقفلة، وأي حركة ما سبحان الله بيعرفها يشوفها، أي حركة جنبه ولا أي صوت يقوم على طول. في قصة غريبة، في قصة غريبة. نعم، في قصة سيناريو عجيب غريب لذكاء الذيب سبحان الله. أنا موجود الحين عند الذيب الروسي، هو يعتبر من أشرس الحيوانات، حيوان شرس وخطير جدا. اليوم إحنا منتبهين ونحاول ننتبه لأنفسنا ولا لا؟ أكيد ما في شك. الذيب الروسي كان جدا نادر ويعتبر من أضخم الذياب. طبعا هذا اللي تشوفوه عمره 4 شهور، ترى توه صغير. ما يكبر كيف بيصير؟ يصير حجم أسد. يا ساتر. تسمح لي أقرب منه؟ لا مستحيل لا تقرب، ولكن هذا الآن جانا جديد. عشان نبدأ نخليه في مرحلة أنه كيف يتعود على الناس أو البشر، نعزله لحاله ونتعامل معه بطريقة الأكل. كيف نتعامل معه بطريقة الأكل؟ شوية شوية. الآن بوريك حاجة فيه، ألو، وبعدها بقول لك قصة وش سوى لدهاء الذيب. يلا نعيش. إيش بتسوي؟ شفت؟ هات المايك. شوف اسمع صوت الطقة حقت الفك. خفت على المايك. أنا خفت على المايك. طيب إيش 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 الفكرة؟ إيش القصة؟ جديد، غير متعود على الناس، يعني ما هو متقبل أحد. لكن إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين أنا أتمنى أنكم تزورونا عشان تشوفوا كيف الشخصية تتحول. أنا أوجه الدعوة للمشاهدين، لازم تزورون هذه الحديقة المغلقة عند محمد حكيم. حيزبطكم، حيوريكم حيوانات يمكن ما شفتوها قبل كذا. قصة. وش القصة؟ عنده قصة. من اليوم بيقول لي عنده قصة. قولي القصة. الشباب احنا عندنا طيور البجع. طيور البجع تاكل سمك. فالشباب حطوا كيس السمك هنا في هذا المكان. سحب الكيس وفك الكيس ودهن جسمه بالزفر حق السمك. وقعد ينتظر البجع يجي جنبه، لين قرب البجع جنبه لقط واحدة. هذه القصة صارت هنا. هذه القصة صارت هنا. هذا اللي سواه. خطير. تتخيل الدهاء إلى أين وصل؟ محمد، أول حاجة حابة أسألك وش الأنواع الموجودة في هذا المكان؟ الموجود في هذا المكان عندنا الزيبرا والبلاك باك والمهل الوضيحي والنايل جايل وغزال الريم وغزال الإدمي والفلورويد الهولندي. في عندنا كمان المولفين شيب، وفي كمان اللي هو المها التشادي. طيب، وجود حيوانات في هذا المكان باختلاف أنواعها وفصائلها شيء غريب بالنسبة للناس وبالنسبة للجمهور يعني اللي قاعد يطالع، بس كيف أنتوا جمعتوها مع بعض؟ هو شيء غريب وأصلاً شيء ما يصير، ولكن نرجع نقول إحنا الحيوانات دائماً في ريو تيم نشتريها صغيرة بالعمر عشان نقدر نولفها. لما الحيوان ينشأ مع حيوانات ثانية مختلفة من نفس البيئة يتجانسوا مع بعض، وتقدر تجمعهم في مكان واحد ويكونوا يعني ممكن كمان يدافعوا عن بعض ويحبوا بعض. وانتهت حلقتنا اليوم في سفاري الرياض. طبعا كانت أجواء ممطرة ورهيبة جدا، حتى بردنا وصلنا نلبس جاكيتاتنا أنا ومحمد، يعني أشياء رهيبة شفناها اليوم.
ومواضيع مختلفة غطيناها لكم. محمد أنت وش عندك؟ الأجواء جدا جميلة نجلس، يعني تخيلي بس كمية المنظر اللي ورانا، هذه من أكبر البحيرات اللي موجودة في منتجع نوفا. اليوم برضو سوينا نجلس جولة بسيارة السفاري بين مجموعة من أندر الحيوانات في العالم، وميزة وجمالية هذا المكان يا نرجس أنه ماخذ نفس السيستم في سفاري اللي مطبق في فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، طبقوا نفس المعايير ونفس المواصفات ونفس المقاييس اللي موجودة في هالسفريات من حول العالم. نتكلم على البوابات الدبل، مثلا تدخلين على بوابة بعدين تشيك، بعدين بوابة ثانية تشيك، بعدين تخشين على الحيوانات المفترسة. يعني في أمان عالي جدا في تجولك ما بين الحيوانات المفترسة، ولا؟ طبعا غير أن وجود تور كبير للحيوانات المختلفة والمفترسة والأليفة حتى، إلا أنك تستمتع بالأجواء الرائعة حتى لو ما كنت أنت تحب الحيوانات. يعني أنت تتمشى مثلا أهلك يحبوا الحيوانات، أنت بتكون في مكان أكيد راقي ورائع بالنسبة لهم. بحد ذاته الأجواء جميلة حقيقة. المكان رائع كتصميم، كممرات، كمناظر بشكل عام. أنا أقول لي يفوتكم هذا المكان، اللي ما جاء لازم يزوره. إحنا يمكن محمد نغطيه لمدة أكثر من مرة. طبعا أكثر من مرة فعلا، المكان يستحق أكثر من زيارة. في تفاصيل كثيرة يا نرجس، ما أعتقد أنه بحلقة واحدة أو بحلقتين ممكن توفين كل ما في المكان هذا. نشوفكم على خير في حلقات جاية. فمان الله.